كما كان منتظرا اختتمت اللجنة المشتركة أشغال إعداد مشروع نظام أساسي لمضاف وزارة التربية الوطنية مجموعة، وتم تقاسمها بشكل وطني. نحن في الجامعة الحرة للتعليم عبر جمع عام وطني يوم الأحد 7 يناير، لكن بالموازاة مع ذلك تم طرح نقاط أساسية مرتبطة بالمسار التفاوض، ولا سيما القرارات الإدارية المتعلقة بتوقيفات زجرية. عبرنا بشكل مباشر يوم الجمعة نحن كجامعة حرة للتعليم على أن هذه القرارات قد تؤثر الآن على المسار الإيجابي الذي قطعناه في الحوار، والذي تشكلت من خلاله قناعات مجموعة من أطر التربوية الإدارية والتحقت بمؤسسات تعليمية. ولكن هذه القرارات تأتي الآن في سياق مفروض أن يعرف الملف اتجاه نحو الانفراج. نتمنى صادقين أن تتعامل وزارة التربية الوطنية، ونحن وجهنا لها مراسلة بعد الجمع العام الوطني الذي طالب بإيقاف هذه القرارات، مراسلة في موضوع إيقاف الإجراءات الإدارية. نتمنى صادقين أن تتجاوب معها الوزارة من أجل إعادة دفء المؤسسات التعليمية برجوع الأساتذة والتلاميذ إلى مكانهم الطبيعي، أي مكان الدرس ومكان التحصيل العلمي بالمؤسسات التعليمية. Caprio.